nuevo. مرحبا معلم. اهلا اهلا شباب. اهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا. وحياتك حضرتك بتصب مفاتيح؟ ايه طبعا بصب مفاتيح. منك شايف صب مفاتيح؟ لا انه بتصب مفاتيح عندك هون. ايه طبعا بصب مفاتيح. اي نوع مفاتيح اللي بدك اياه؟ لا مثل شو يعني؟ بس اعطيني فكره. خي كل انواع الغالات بصب. بصب للسيارات، بصب للخزنات، بصب لكل قفوله، بصب لجراجات. المهم بتصب مفاتيح. ايه ايه بصب كل شيء. طب بدي عزبك اذا بدنا نصب مفاتيح عندك، فينا نصب مفاتيح؟ خي ايه عم اقول لك، ايه فيك تصب مفاتيح. طيب حبيبنا في عندي هالمفتاح، الله يخليك، بدك تصب لي عليه؟ نعم. هيدا الشاب اللي هون صب لي عليه شي 10 نسخ الله يخليك. خليهم 20. 20 نسخه الله يخليك، بس يكونوا نضاف. وانتبه لي اكثر شيء على السنان. بدي صب لك عليه له؟ ايه بدك تصب لي عليه شي 20 نسخه. ليه بقى؟ لانه حضرته مفتاح انتخاب مهم هون، وانا بدي يفلش بالحي كله. اه ايه بدي انزل على اساس قضاء، هيدا مفتاح انتخاب كثير مهم، بدي منه شي 20 نسخه نضاف. انتبه لي على السنان ما يفرقوا على بعض. روح 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 انت وياه. روح شباك شباك. روح انت وياه. روح بقى يا خي شباك. لك روح روح بقى يا عم شباك. انت بدك تشتغل ولا ما بدك تشتغل؟ طلع عني، جاي تشتغل فيي انت؟ خي ما بتصب مفاتيح ولا ما بتصب مفاتيح؟ خي صب مفاتيح. روح الله معك. شو ما في غيرك بصب مفاتيح؟ امشي. مفتاح انتخابي قال. بعد ناقصني صب لك على مفتاح الجنط. عمى ما قال عمى. روح لقلك.